أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بنور وسرور يا فهد، حياك الله، ساعة المباركة. واليوم احنا طبعا راح نستكمل حديثنا عن هالإصدار النادر وقت نظارتي يعني حالي. اللي طبعا من نشرة يومية إعلامية جمعوها، اللي هي طبعا خاصة في بطولة الصداقة والسلام. صح، طبعا مثل ما قلنا الشيف طبعا يوسف عبيد، يوسف عبيد رحمة الله عليه، أحد رجالات الرياضة عندنا، ويعني وبالذات كرة السلة تشهد له وتشهد لتاريخه. إنسان يعني هو من وضع اللبنة الأساسية، هو وابناء جيله يعني من وضع اللبنة الأساسية لكرة ودعم كرة السلة، وأيضا في اللجنة الأولمبية. عسى الله يتقبله بواسع رحمته إن شاء الله. آمين. طبعا هاي النشرة رقم 1 25/10/89. احنا قعدنا ناخذ نشرات طبعا بس بشكل مرتب، لكن نستعرض في كل حلقه مجموعه من النشرات. الشيخ ناصر محمد الاحمد يطمئن على سير العمل ويشكر الشيخ فهد الاحمد واللجنه المنظمه واللجان العامله في البطوله. نعم. عندنا كذلك في ختام مباريات التجريبيه اليوم الازرق مع منتخب النرويج الاستاذ الحمد. في ختام مباراة طبعا مباراة التجريبية استعدادا لبطولة صداقة والسلام، يلتقي في 6 مساء اليوم بالأستاذ محمد الحمد بنادي القادسية منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب النرويج، والمنتظر أن يلعب الأزرق بتشكيل من سمير سعيد، عامر ياسر، عادل عباس، باسل عبد الدبي، حميد باشا، يوسف سويد، وائل السهمان، راشد ديح، عبيد الشمري، حمد صالح، بدر العنبري. والاحتياط طبعا خالد الشمري الحارس، صلاح الحساوي، عبد العزيز الهاجري، عبد الله منصور. ويدير اللقاء حكم الدولي عيسى الجساس، يعاونه الحكمان عباس دشتي وخالد ابو. كان منتخب النرويج طبعا وصل الى البلاد مساء امس برئاسه طبعا رئيس الاتحاد النرويجي ومدرب المنتخب، ولعبوا طبعا تمرنوا على ملعب الاتحاد. ورغم ان الفريق الضيف قد فقد الامل في الوصول لنهائيات كاس العالم 1990 صحيح في ايطاليا، الا انه سيتقابل مع منتخب اسكتلندا يوم 15 نوفمبر المقبل. وقد سبق لمنتخب النرويج زيارة الكويت في موسم 82-83، ومن بين تشكيل اليوم لاعبين سبق حضورهم الكويت وهم حارس المرمى طبعا ولاعب آخر. طبعا هني كان الدعم من أعلى مستوى صراحة للبطولة، ومع أني أنا كنت أتمنى وغازي مشاركة منتخبات يعني قوية خصوصا من دول الخليج، يعني إحنا نشارك ويانا بس منتخب العراق ومنتخب الكويت ومنتخب العراق أخذ البطولة. كنت أتمنى السعودية، الإمارات، أتمنى مثل منتخبات مصر، سوريا، منتخبات اللي لها تواجد لها حضور، المغرب يعني. لكن الوقت اللي قيمت فيه البطولة كان وقتها يواكب تصفيات كأس العالم 1990. صحيح. رابع خسارة أمام سيسكا البلغاري. خسر منتخب الكويت الوطني للكرة الطائرة مباراة التجريبية الرابعة أمام فريق سيسكا البلغاري 3-1. استغرقت المباراة حوالي 100 دقيقة، وقيمت المباراة مساء أمس بصارة عبدالله المبارك بنادي الساحل. الفريق البلغاري مستواه عالي، ويضم اللاعب جانييف رقم 1 عمره 22 سنة وطوله 210 سنتي. ولقد عرض عليه نادي ميلانو الإيطالي $500,000 للعب ضمن صفوفه ورفض العرض. طبعا بغازي يعني كرة الطائرة وكرة السلة يعني بغض النظر عن المواهب والمهارات إلا أن فارغ الطول يفرض نفسه. صحيح. يعني كرة الطائرة وكرة السلة لازم يكون عندك أطوال، مستحيل يعني إحنا اللي كنا نشوفه قبل إذا عندهم أطوال فاقدين المهارة، وإذا عندهم مهارة تحصلهم قصار يعني فاقدين الطول. بس إيش رايك نطلع فاصل إن شاء الله ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تباعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير راجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولزلنا مع بطولة صداقة والسلام التي نظمتها الكويت
سنة 1989. طبعا تكلمنا ان منتخب الكويت كرة الطائرة خسر يعني في رابع مباراة التجريبية امام سيسكا البلغاري 3-1، وتأثر يعني اداء منتخب الكويت الوطني بغياب نجماه خالد البحو وجمال الجزاف. صحيح. سلت الكويت والعراق في لقائهما الثالث. في اولى مباريات التجريبية خسر منتخبنا الوطني كرة السلة امام منتخب العراق 194-99، اكتسب اللقاء بالإثارة والتكافؤ، وانتهى الشوط الأول لصالح الضيف 46-45. أدار المباراة الحكمان الدوليان محمد عيد كينج الكويت وعبد الغني حمودي العراقي، وهذا يلتقي الفريقان المرة الثانية في السادسة من مساء اليوم بصالة نادي الكويت. منتخب فرنسا بكامل نجومه في زيارة الكويت. للكويت. يزور بلاد منتخب فرنسا كرة القدم خلال فترة من 16 إلى 25 يناير عام 1990، ليقابل منتخب الكويت الوطني ودياً أثناء فترة إعداده لبطولة كأس الخليج العاشرة. وكان مدرب فرنسا هنري إيميل يرافقه فريد عبد النور، قد قام بزيارة الشيخ فهد الأحمد بمكتبه بمقر بطولة الصداقة والسلام، وصرح هنري إيميل بأنه تجاوب مع اهتمامات الشيخ فهد الأحمد وترحيبه وتعاونه، فقد وعدنا بحضور الفريق الفرنسي بكامل نجومه، وهو نفس الفريق اللي فاز على اسكتلندا 3-0 في تصفيات كأس العالم 1990. طبعا ما وصلوا هم كاس العالم سنه 90، ما وصلوا 94 منتخب فرنسا ما وصل، 98 نظم البطوله واحرز اللقب لاول مره، خصوصا ان فرنسا احد الدول اللي اسست كاس العالم، وكان وقتها رئيس الاتحاد اللي هو جور ريميه وقتها سنه 1930. منتخب فلسطين يقابل العربي اليوم. ضمن استعداداته منتخب فلسطين لكره اليد للمشاركه في بطوله الصداقه والسلام، يتقابل في الخامسه من مساء اليوم مع فريق النادي العربي بصالة عبد العزيز الخطيب. وكان منتخب فلسطين قد التقى مع النصر يوم الاثنين. منتخب إيران طبعا وفد برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية، منتخب إيران لكرة القدم يصل اليوم. هو أعتقد البطولة خذوها إيران العراق ولا لا لا لا، البطولة فاز فيها منتخب العراق في مباراة النهائية على أوغندا بركلات ترجيح. صحيح. بركلات ترجيح. والمركز الثالث والرابع لعبوا الكويت مع إيران، وقدر منتخب الكويتي الفوز بهدف وحيد أحرزه محمد إبراهيم أعتقد في الدقيقة 38 أو دقيقة 37. نعم، يعني العراق ونهائي مع أوغندا. أوغندا نعم. فازوا العراق بركلات ترجيح، تعادلوا 1-1 في المباراة. نعم. أحرز أحمد راضي هدف العراق وتعادل لهم أوغندا لاعبهم، بعدين لعبوا ركلات ترجيح وقدر منتخب العراق يحصد اللقب. نعم. خصوصا أنه العراق فاز بطولة إسلامية وبطولة العرب وبطولة الخليج ما شاء الله، وتأهل للأولمبياد وتوصل كأس العالم. نعم. وصلنا التجوري أبو غازي. التجوري يعني هني تنظم محافظة الجهراء، صرح فهد الأمير عضو اللجنة المنظمة أن يوم البادية هو مساهمة من أهالي الجهراء في استضافة وفود البطولة. نعم. حتى يتعرفوا على بادية الكويت. صحيح. ونعرض صورة السيد فهد الأمير. صورة جميلة للسيد فهد الأمير، وقتها كان يعني ينظمون للوفود زيارات ليشوفون الموروث الشعبي عندنا هنا بالكويت، ومن ضمن الموروث الشعبي هو موروث بحري وموروث بري. طبعا الموروث البري موجود بالجهره، والجهره تعتبر يعني قريه، يعني بغيتها بحريه بحريه، بغيتها بريه بريه. اعزائي المشاهدين، وصلنا نهايه حلقتنا. لا يسعني في نهايه الحلقه الا اني اشكركم على المتابعه، واشكر زميلي فهد عبد الجليل. الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.